لمده 5 سنين. زيكا رسميا في النادي الاهلي لمده 5 سنين. مبروك طبعا للنادي الاهلي محمد زيكا، من اللاعبين الحقيقه اللي اعتقد ان هو هيكون مبشر خلال الفتره القادمه. ولكن امبارح الحقيقه انا كان معايا زيكا على التليفون، وحضراتكم كلكم سمعتوا بودانكم الكلام اللي زيكا قاله، وعشان انا عارف ان في حاجات بتحصل خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا. الحقيقه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ملوش علاقه بالموضوع تماما، لان النادي الاهلي زيه زي النادي الاسماعيلي زي نادي الزمالك، من حقه الحقيقه ان هو اذا كان هناك، احنا دلوقتي في عصر احتراف زي ما بيتقال، اذا كان هناك لاعب فهذا اللاعب من حقه ان هو النادي الاهلي يخش يتفاوض معاه، سواء هو او الزمالك او الاسماعيلي اي نادي. فاحنا نطلع النادي الاهلي بره الموضوع. ولكن اللاعب نفسه الحقيقه ازاي يطلع على الهواء مباشره امبارح؟ وعشان انا كنت عارف بعض المعلومات الحقيقه انا قلت له الكلام ده متسجل يا محمد، وخلي بالك الكلام ده متسجل، احنا ما بنتكلمش، الكلام ده متسجل وهتطلع. يعني ما كانش ينفع محمد يطلع امبارح يقول انا خلاص وقريت فتحه مع الحاج محمد ابو السعود وخلاص انا مش هلعب في ولا النادي الزمالك ولا النادي الاهلي. ولكن اتضح بقى ان الكلام اللي قاله محمد امبارح الحقيقه كله كلام مش عارف اقول ايه ولا اوصفه بايه الحقيقه. ولكن محمد زيكا اعتقد ان هي لما تطلع، معرفش لازم حد يقول له هذا الكلام، واعتقد ان هو هيتعلم في النادي الاهلي هذا الكلام، ان لما تطلع تتكلم على الهوا لازم يكون عندك مصداقيه ولازم يكون عندك الحقيقه. ما ينفعش تقول ان انا قريت فاتحه وان انا بكره في النادي الاسماعيلي، الكلام موجود وانا قلت لك الكلام ده متسجل. الكلام ده متسجل، ولو في اخر الحلقه الحقيقه عرفنا نجيب لكم الكلام اللي هو قاله هجيبه لكم على طول. فعيب يعني، لازم تتعلم ازاي لما تطلع على الهوا تتكلم وتاخد بالك من الكلام اللي انت بتقوله. طيب اخر التليفون انا هاخده الحقيقه لان